الجراح والآلام التي خلفتها الحرب الدائرة في سوريا، يتطلع السوريون مع نهاية عام 2014 لانتهاء الأزمة في بلادهم وتحقيق الاستقرار والسلام وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم. أكثر من نصف مليون ضحية جديدة هي الحصيلة غير النهائية لدوامة العنف التي تدور في سوريا خلال سنة 2014. مع ذلك ودع السوريون سنتهم واستقبلوا سنة جديدة، فيما كانت الكشافة تدق على الطبول حدادا على أرواح من قضوا خلال أيام هذه السنة، على أمل أن تتوقف طبول الحرب ليحل مكانها شموع السلام والمحبة. سنة 2014 حملت كسابقاتها من سنوات الأزمة السورية الكثير من المآسي، ومع ذلك أيضا بقي الأمل بالقادم أكبر، وظلت أمنيات السوريين تتراوح بين الدعاء لبلادهم وبين الأمن والأمان. هلا بالنسبة لي 2014 بصراحة أحسن من 2013، وهذا الشيء واضح كثير كان بالبلد، وأكيد اللي حيكون واضح بالولد حينعكس علينا. أنها انتهت على خير رغم كل شيء صار، يعني هي كانت سنة يعني عجيبة بالنسبة لي أنا كشخص، وربما يمكن لكل الناس كان فيها تشاؤم هي كسنة، بس إن شاء الله يعني هي نهاية التشاؤم ونهاية الحزن. عام 2014 مر على العاصمة هادئا، خلت هذه السنة من انفجار أي سيارة مفخخة داخل دمشق، وانفجرت 32 سيارة في ريف العاصمة وأطرافها، فيما لم تكن هنالك الكثير من الأمنيات الشخصية. فالحزن الوطني طاغ على وجوه وعيون الناس، واقتصرت دعواتهم على عودة المغتربين وتوقف نزيف الدم المتواصل في البلاد. اشترك السوريون من جميع الطوائف بدعواتهم وصلواتهم عشية إطلال السنة الجديدة. بحب رحنا بيمتاز رحنا الشعب السوري، وإنه كلياتنا أعيادنا واحدة، يعني بعيد الأضحى بيحتفلوا معنا، بالعيد الميلاد بنحتفل معهم. أنا جاي على باب توما وجاي أدور على العيد وجاي أدور على ضحكة الولد. نحن عم نصلي ترجع سوريا بخير وأمان، وأجواء كتير بتفرح كونه شامنا مقهورة، وهالأجواء بتطير العقل، ولسه الفرحة بقلوب الناس. رغم عمق جراح السوريين، إلا أن انتهاء سنة ميلادية اعتبره البعض بشارة خير لانتهاء الأزمة،